فرائض مجد مقاطعة سواني أن يتقدم أصالة عن نفسه ونيابة عن أعضاء المجلس. لا الصورة ديال المقاطعة فعندنا نائب مكلف وعنده مصوص هذا المجال هذا هو وكيحضر لي جد ديالو هو يعتقد بالخيارة. الكوزو تيخاف نائبات أو نائب الدورة العادية لشهر يناير هذه واضحة، كتكون دائما الدورات عادية تبقى للقانون التنظيمي 113/14. نقاط جدول أعمال كانت نقطة اللي جاتنا مع السيد الوالي اللي هي انتخاب اللجان الإدارية فيما يخص انتخابات اللجنة الأصلية والفرعية. كانوا عندنا جوج نقاط اللي أجلناهم وانتخاب واحد جوج اللجان مؤقتين موضوعاتيين كيخصوا الاشغال ديال وتتبع الاشغال ديال الامانديس والصحه والنظافه. كانت عندنا نقطه بحال اللي شفتوا هو واحد العرض ديال الامانديس اللي عرضت امانديس المسائل ديال الشبكه الوضعيه ديال الشبكه ديال الماء والكهرباء وتهر السائل داخل المقاطعه، وكانت اسئله ديال المستشارين فيما يخص هذا المجال هذا هو الاشكالات اللي كيشوفوها وسمعوا اجوبه. وكنتمنى الجواب يكون في الواقع مستقبلا والوعود اللي توعدنا بها انها تنفذ على ارض الواقع داخل مقاطعه السواني. ما كنخدموش على الترقيع، حنا هضرنا على الترقيع ما خصوش يكون حلول جذريه. هذه مقاطعه اللي تقريبا انها مغلقه ما بقاش فيها بناء جديد او كذا، يعني الشبكه اللي فيها شبكه قديمه، شبكه اللي في بعض الاحياء لان استنفذت المده الزمنيه او المده الصلاحيه لهذ القنوات ديال الصرف الصحي وديال الماء والمصالح الشرب انها خصها تجدد بصفه عامه هذه القنوات هذيا، واللي شفنا بعض الاحياء انها بدات كتجدد فيها وكنطلبوا التكمله ديال احياء اخرى اللي بقات باقي ما تجددتش فيها الشبكه. اما الترقيع حنا رافضينه، ما نبقاوش نعيشوا الحياه ديال الترقيع وديال يعني يوميا نبقاو نطالبوا رقع هذه ورقع هذه، ان خص العمل على تجديد هذه الشبكه هذه. ودابا هي شركه امانديس عندها تدبير المفاوضات هذا الشيء هذا هو، هي كتعطيني شركات اخرى اللي كتقوم بهذا المجال. حنا راه وضع لهم في الصوره وكنراسلوهم يعني دوريا كنراسلوهم فيما كنشوفوا شي خلل في من ناحيه ديال الاصلاحات وهذا والصيانه اللي بحال اللي قلنا ان في بعض الشركات اللي ما كيردوش الحاله اللي ما كتعاليه فكتبقى لا بيناليتي يعني الغرامات. الشركه خاصها تشوف مع الناس اللي كتعطيهم يخدموا انهم يردوا الحاله، ولا ما كانش راه خص الجماعه لان احنا ما عندناش الشخصيه المعنويه داخل المقاطعه كراسو الجماعه كتقوم بهذه المهمه هذه.